ديما احنا في الفترة هذه نكون طوارئ نتيجة الألعاب النارية وسوء استخدامها مع التكرار والتنبيهات على المشاكل اللي تسبب فيها. طبعا للأسف تسبب في إعاقات لليد نتيجة انفجار الألعاب النارية وسوء استخدامها. أكثر الحالات تعتبر الإعاقة لدرجة أنها توصل للضمان الاجتماعي وفقدان شريحة كبيرة من شبابنا، لكن لا تعرف إيش السبب وين، هل هو الإهمال في الجمارك أو الإهمال من أولياء الأمور ولا الإهمال من الشارع نفسه.